يا صباح الخير عن جديد لكل ستات البيوت النشيطات اللي فاقوا هلأ وعم بتابعوا فقرات برنامجنا. وأهم فقرة دائماً لست البيت هي فقرة الطبخ، دائماً يعني اهتمامنا شو بدنا نطبخ، شو بدنا نعمل اليوم أكلة حلو بما أنه اليوم خميس وعطلة بكرة. اليوم جبت لكم كيكة كتير طيبة كتير لذيذة وسهلة كتير. وقبل شوي كنت عم أقول يعني حتى لو بنوتة صغيرة فيها تعملها، صح هي من كريم كراميل بس يعني كمقادير سهلة وبسيطة. بس إنه أهم شيء نحن دائما بنقول بالحلويات خلينا نمشي على العيار، بالأكلات الثانية ما عندي مشكلة شوي زود بهار أو كذا، بس دائما بالحلويات خلينا نمشي مثل ما مكتوب. وأكيد عم يطلع كمان عندكم على الشاشة المقادير، وأنا كمان حأرجع لكم شو هن المقادير. هون حأحتاج 7 معالق من الزيت، 4 بيض، 7 سكر، 3 كاكاو، فانيليا، بيكنج باودر، و7 من الطحين. وللطبقة الثانية رح أحتاج 3 كاسات من الحليب، 2 كريم كراميل، فانيليا، 3 معالق نشا، وظرف من القهوة سريعة الذوبان. هلأ أنا وياكم حنبلش نخفق الجاتو. هلأ هذا الكيك في فرق بينه وبين الجاتو الاسفنجي يلي بياخد 45 دقيقة، هاد بياخد عندي بالفرن 3 ساعة، لأنه أنا بدي طبقة كيك تكون يعني مثلاً هيك سماكتها، ما بدي أنا كيك اسفنجي. يعني هلا ممكن تقولوا معقول 3 ساعة وبس هيك وما في حليب وكذا، هاي تعتبر طبقة، يعني أنا ما عم أعمل كيك عادي يعني جاتو إنه أقطعه وأكله مع الشاي، لا، هاي تعتبر طبقة. أول شيء حضيف 4 بيض، طبعا البيض بده يكون بحرارة الغرفة، إذا كان بالبراد ونسياني ما عندي مشكلة، افتحوا تحت المي السخنة بيمشي الحال. وهي آخر بيضة. ححط معها ظرف الفانيليا. ومثل ما أنتم شايفين حورجيكم شامت تشوفوا العيار، هدول 7 معالق سكر. 1 2 3 4 5 6 7 حنحطهم على العجانة ونعجنهم نخفقهم. بس أهم شيء يعني أنتوا عطوا شوي خفق، أنا معي هوا ما فيني كتير أتأخر بخفق.
وهيك الكيك صار عندي جاهز. وهي البريكس دهنته زبدة. حارجع عيد أهم شيء حرارة الفرن، حرارة الفرن 180، رح شغلت عليه أساساً أنا على 180. عندي هيك مسافة الفرن، أنا بحطه بالنص، بشعل عليه من تحت ولمدة 3 ساعة. حورجيكم قوام الكيك كيف صار عندي، هذا هو. يا صباح الخير عن جديد لكل ستات البيوت اللي انضموا معنا هلا، جماعة اللي من في على الساعة 11، أكيد هلا حطيتوا فنجان القهوة وناطرين تعرفوا شو طبق الحلو اللي عملناه اليوم. هلا اليوم عاملين يعني كيكة كثير طيبة، هي من طبقتين، خلصنا الطبقة الأولى اللي هي كيك عادية، هروح أنا وياكم على الفرن نجيبها لأنه خلصت، وأنا عم حط لكم إياها رح أقول لكم شو حطينا مقادير. شكلها استويت، انا قلت لكم هي ما بدها اكثر من 3 ساعه، هذا مو جاتو سفنجي، هي بالنهايه طبقه كيكه، يعني انا ما بدي جاتو عادي، لاحظتوا؟ شوفوا شلون صار. حط تحتها هي لانه كثير سخنه. بهذا الشكل نزعناه هون شوي. رح ارجع عيد على السريع انا هون شو حطيت بقلبه، خفقت 4 بيض مع ظرف فانيليا، 7 معالق سكر، 7 معالق زيت، 7 معالق طحين، وظرف باكينج باودر، وثلاث معالق كاكاو، خلطتهم كثير منيح وحطيتهم، كانت الطبقة كثير وأنا عم حطها كثير قاسية، بس ما تخافوا، يعني بتحسوها كثير جامدة بتقولوا معقول، يمكن يكون ناقصها حليب أو شيء، لا لا لا، هي ليك ما غيرت فيها ولا شيء، هلا هي الطبقة رح نتركها لحتى يعني نوعاً ما تبرد وحنبلش أنا وياكم بالطبقة الثانية، هلا الطبقة الثانية هي لازم نعملها على البارد وبعدين على الغاز. ممكن على الطنجرة نفسها انتو تشتغلوا، بس أنا مشان تشوفوا المواد أنا هون شو حطيت، وأنا مو مشكلة بقيمهم وبرجع بحطهم بقلب الطنجرة، بس مشان تعرفوا العيار اللي حطيناه. بس بدنا كاسة، حنحط 3 كاسات من الحليب. شوفوا قلت لكم، وقلت لكم أنه في أي بنوتة ممكن تقدر تعملها كثير سهلة. هاي 2 وهي 3 وبحبوحة هيك، لانه شوي حسيت الكاسه مو مثل الكاسه النظاميه تبع ال 200 ملي، بحسها 185. هلا هون في عندي ظرف فانيليا. نحن مع يعني مو تقدم العمر، لا مو هذا المقصود ابدا، مع التقدم بممارسه المهنه بنصير خلص بنعرف من النظر. وهون في عندي ظرف ظرف قهوه سريعه الذوبان، عرفتوه اكيد. وهون في عندي 3 معالق نشا، بس مع ذلك رح اشتغلكم بالمعلقة مشان تتأكدوا. 1 2 وهي 3 يعني. هون عندي ظرفين كريم كراميل. هلا هون انا بدي اياكم تشتغلوا على العيار لانه من شركة لشركة بتختلف. بعد هيك رح اشتغلكم فيها كم معلقة كريم كراميل، كم معلقة. أنا قلت ظرفين بس ممكن ظرفين أنتم تفكروا مثلا علبتين، لأنه هو أحيانا بيجي بقلب علبة الكريم كراميل ظرفين، بقى حنعد عدد. 1 2 3 4 5 6، معناتها الظرف يا حذركم قديش؟ 3. وحنضيف كمان عندي هون معلقتين كاكاو، إذا حسيت حالي لسه بدي إياه أغمق ممكن أرجع أضيف، طبعا الكاكاو ما بيأثر معي على العيار، وهذا كله رح يتحرك على البارد لحتى يدوب عندي تماما ويصير عندي الخليط جاهز اني انا احطه على الغاز. يعني لاحظتوا كيكه سهله بسيطه. حارجع عيد على السريع الكيكه هون شو حطيت. 4 بيض مع ظرف فانيليا، 7 معالق سكر، 7 معالق زيت نباتي، 7 معالق طحين، 3 معالق كاكاو، وظرف بيكنج باودر، وصارت عندي جاهزه. خبزتها بالفرن على حراره 180، شعلت من تحت بس حطيتها بالنص، من فوق ما بتشعلوا ابدا، اخذت معي 3 ساعة وشوفت عينكم صحي، لا ما وريتكم.
هيك مستوية، أنا هيك بعرف إنه هو استوى. وهون التتبيل، الطبقة الثانية، ثلاث كاسات من الحليب، ظرفين كريم كراميل، ثلاث معالق من النشا، ظرف قهوة سريعة الذوبان، ومعلقتين أو أكثر كاكاو مثل ما أنتوا بتحبوا. طبعاً أنا هون ما ضفت سكر لأنه أوريدي الكريم كراميل عندي حلاوته كتير زيادة. أنتوا متخيلين هلأ هاي الطبقة شو رح بتكون؟ رح تكون طبقة كتير سميكة وقاسية، يعني شلون بدي أقول لكم، مثل الكاسترد بالضبط بس على أطيب بكتير وبمراحل. وما ضل غير تروحوا لعند الصبايا ومثل ما أنتوا شايفين مثل ما هي لحقيمة وحطها على الغاز، متى ما عندي حسيتها جمدت بدي قيمة وحطها فوق الكيكة هاي اللي عندي وحطها بالبراد، وبترجعوا لعندي بعد فقرة المدام نجلة لحتى نزين الكيكة أنا وياكم. لا أنا انغشيت شيف، فكرت كريم كراميل هون، لا رح تطلع لا هون في كريم كراميل إيه لك أوكي. مثل هيك بس طعمتها خارقة كالعادة. أهلا وسهلا، شكرا كثير لك. يا صباح الخير عن جديد، وهيك صار معنا الشكل النهائي لكيكة الكريم كراميل، صارت جاهزة. هلا بتمنى من ستات البيوت اللي اخذوا وصفة وناويين تعملوها، يعني بلشوا فيها على بكير وحاولوا قد ما فيكم تبردوها بالبراد، يعني نحن لسه مو براد وصار شكلها بياخذ العقل، كيف لو بردتوها بتطلع مثل ما بيقولوا قطعة واحدة، حتى شكلها وقت تتقدم بتبقى غير شكل، بس ان شاء الله يعني ناوية، هي صح شوي بدها تجميد، بس لسه ناوية ورجيكم كيف حيكون شكل طبقتين الكريم كراميل وهي، وزينتها طبعا بالكريمه انا شانتي مثل ما انتم شايفين طبقتين، وما ضل غير شوفكم يوم السبت وعطل بكره يا صبايا. وعطل بكره من قلبك يعني عم تحكيها انا، ايه لانه انا انتم ما يعني دائما ما بدي اطبخ دخيل انا الوحيده اللي ما بعطل. يعطيك العافيه يا شيف. الله يعافيك يا رب، شكرا كثير لك يا شيف.